اتريت في واحد عميل قاعد على باب القهوه وفي شجره كده عرض وقاعد عليه واحنا ما بنعرفش، احنا 17 سنه واحنا في المغازي واحنا ما بنكشفش على حدا وما بنعرفش رجاله. لما ما شافوش ثلاث اربع ايام راح بلغ اللي هو جاينا واحد بيشتغل كناس هناك وكده، قال لي يا حاجه، قلت له نعم، قال لي ده الحاكم عاوزك، قلت له عاوزني انا؟ قال لي اه، قلت له اطلع يا بني ما تشوف الحاكم ده اللي عاوزني ليه؟ قال لي لا ده يمكن عاوز يعمل استرحام لعمي ولا حاجه، عمه في السجن الحاج عطايا. قلت له يعني لما يكون عاوز استرحام مني انا ولا منكم الرجاله؟ قال لي يمكن منك انت. اخذت بنتي في ايدي، ده هي موجوده هنا، كانت في يعني في سنه رابعه او كده ابتدائي. قلت لها تعالي يا جميله في ايدي، خلينا نروح نشوف ايه. الراجل اللي مقابلني قال لي جمدي قلبك يا حاجه، لا احنا ده مولعين. العميل اللي جالهم قال لهم الراجل مش مبين ولا بيلعب في الملعب ولا بيلعب في حاجه وما شوف ما شفناهوش. قال لها بقول لي انت صقر وين؟ هم بيقولوا صقر بالعرفان بيقولوا شاكر. قلت له صقر الله يسهل عليه ويحنن عليه. قال لي فين؟ قلت له ده دلوقتي في دول الخليج العربي. قال لي دول الخليج الفارسي، قلت له الفارسي العربي اللي تحسبه، المهم خرج من تحت ايديكم. قال لي شايفه يا مغا هذا الكتان اللي كنت بتقولي عنه؟ الكتان ده ضربني خذوه طلع من مخي اللي في ثلاث اربع شهور نظم كل رفحة اللي اكبر منه واللي اصغر منه تنظمه. صارت عندنا حالات اغتيالات يعني في ليله كانوا مختلين ثلاثه من عندنا. مسؤول المخابرات اسمه فرات، كان اسمه فرات اللي كان بيكلمني دايما، ولقيته هينهبل يقول لي ده ضربني هوايه في مخي كسرها عشان تقولي كتان تضحك علينا. قلت له لا هو صغير صحيح، هو تاريخ ميلاده 1/4/55 واحنا في 67 لسه، يعني ما لناش حاجه، ما لسه ما حصلش حاجه، ده في اولى ثانوي، ثاني ثانوي هيحضرها وهو بره. الحمد لله رب العالمين، وصل لبلاد ديكا وناضل وجاهد اكبر من سنه، وربنا كبير لا اله الا الله. وكان في واحد اسمه ابو يوسف النجار، يعني فهم الجماعه اللي هناك انه ابن اخته، هي اخته ضرتي، بس بيحبوني كتير وبيحترموني. وكان يعني ماخد مجده كبير، وكان قد حاله في الشغل وفي كده. ولما جه لقاهم مش عاملين له احتفال، الراجل استشهد. ولما كان بره وجه وقال لهم انتوا مش عاملين مهرجان ليه لابو يوسف؟ قالوا له احنا الكتائبيين كل ما تطلع اتوبيس بيحرقوه. والله وراحوا راح انا هعمل انا اللي هدبر الموضوع. اتكلم مع خمسه غيره وقال لهم يلا، او سته، وقال لهم يلا احنا بكره هنطلع نطهر الموقع ده تبع الكتائبيين. وطلع الصبح الساعه 8 او 9 وطلع للكتائبيين سوى طهر الموقع اللي قاعدين هناك طخوهم. هنا لما خلص وانسحبوا قال طب احنا ليه ما جبناش المدفع اللي مقطع علينا الطريق ده غنيمه، غنيمه حرب. ثلاثة وافقوا واثنين ما وافقوش. انسحب وطلع وراح هناك يطفي للموقع، كان الموقع فيه ناس جم ناس بدالهم، هم اللي يعني هم اللي اغتالوهم وهم رايحين مقيم عليهم، ضربوهم مشت جه من نص شعره من كده من الجبين للسرة، لأنه اللي قائد المجموعة بيكون في الأول الكبير. احنا طلعنا من البلد ما معناش حاجه، معانا صندوقين سلاح للانجليز، في صندوق فيه فشك طول كده يعني زي ما تقولوا انتوا بتقولوا ظرف، ظرف الفلسطينيين بيقولوا فشكه، فشكه اه، معانا ومعانا سلاح، ده اللي طلع معنا في البلد. انا كنت محضره سبتين، سبت فيه صيني وسبت فيه بقر وشويه وحله صغيره. قال لي لا ده احنا اسبوع وهنروح وهناكل من المطعم هناك، ما تاخدش حاجه وخليها كله في البيت. اه فابوهم هو المناضل اللي من الانجليز بيناضل مع الانجليز، ابوهم اللي زرع فيه الانجليز من الاول، بيعمل اه ضد الانجليز. كان يعني لما تيجي مثلا نقول التبليغ عن فلان الفلان عنده سلاح، هو اللي يطلع معاهم في الدوريه وهو اللي يفتش وهو اللي يقول لهم ده الغلابه، ده ما عندهمش حاجه، ده ما عندهم حبه ملح وحبه بتاع، ما عندهمش حاجه. طيب جمال
عاش من وهو صغير، الراجل الطيب الأمير الأمين الصادق في من طفولته لما صار راجل كبير ونضيف وصلاة وعبادة وصوم وكل حاجة. وطلع من هنا يعني شوية اليهود غلبوه، وطلع يقدم ثانوية عامة، لا يقدم في الجامعة امتحان الجامعة، درس حقوق أول سنة وراح يقدم الامتحانات، راح يقدم الامتحانات للجامعة لقى هويته رايحة البطاقة، قال له أبوه لا روح بلغ في المركز عشان يدوك ورقة تعدي فيها. قالوا له تعال انت رماك ولا الهوى، معوش اي اثبات شخصية، معاش. صار يسلم من ستة، يسلم نفسه من ستة. هو ما طلعش عشان هويته ضايعة، هما يعني مرة كمان حرق البنك لليهود، شارع صلاح الدين مأجرينه للأهل الوطنيين، مأجرينه لليهود. قال ده كمان شوية هيسكنوا في البيت. راحوا ولدين ثلاثة وقلبوا العربية حرقوها وحرقوا الباب وحرقوا الدنيا من بره. دمروا البنك. فيعني حققوا معاه وطلع. ومرة ثانية كمان مسويين واحد راح من ناظر مدرسة صار هذول اليهود صرتهم يسحبوا، صار اتفاق كان بيزيد والسادات اتفق معهم يسحبوا يعني من عند من هنا من مصر. فراح واحد لقى كلمة في مجموعة اليهود اللي هتطلع من الكوبانية دي. وجاب ورد وجاب حاجات وزرعه في المدرسة الثانوية. لما طلع وشافه وشاف العالم وشاف كل حاجة، دي في الليل ولع ورماه. بعثوا الحاج عطايا قال عملت ايه يا جمال الدين؟ قال له ده ابو حسن ده عميل. ده عميل. ده هو اللي كان بيتكلم في مستعمرة يميت. وراح. يعني كتير قاوم كتير كتير وبعدين سافر. طلع بعد ما خلص التحقيق من عند الجامعة، قبل ما يخلص حتى خلص الامتحان من الجامعة اللي كان هيقدمه حقوق، قال الشباب اقطعوا لي السلك ونقص السلك ونطلع. طلع وجه على مصر هنا، وهنا خد موقع كويس وسلموه مكتب وسلموه شقة في اسكندرية، وقعد شوية بيجي سنة قبل ما حضروا له وطلع على لبنان. ومن لبنان طلع على تونس، ومن تونس قال له أبو جهاد الله يرحمه قال أنت مخك عسكرية يا جمال، لازم تسافر على ألمانيا. وسافر على ألمانيا ودرس هندسة عسكرية، وجه من هناك بالهندسة العسكرية مهنية، يعني الهندسة العسكرية بتاعته مهنية، اشتغل بإيده يعني عملي واشتغل بإيده واشتغل قنابل واشتغل مدافع واشتغل كل حاجة. وكانت إسرائيل عندها دبابة اسمها بيقولوا عنها هم بالعبري مركبة دي تعدى عن كل حاجة، حط لها القنابل وحط لها الألغام وحط لها كده. فحتى سألوني في مصر في مستشفى العجوزة القوات اللي هناك، كان معايا أخوه، وقال لي طيب أنتم ما عندكوش الإمكانيات، عندكم الإمكانيات المتواضعة يعني تقدروا كيف تسووا يعمل فجرات المركبة؟ قال له أخوه ده كان بيجيب الرمل السخن شكاير ويحط المعدات وتنقلي بالدبابة دي المركبة وتتفتت باللي فيها من الضباط ومن كله. وعشان كده سحبوا من قطاع غزة، سحبوا اسمه انسحاب من جانب واحد، يعني ما هتقول جنب الفلسطينية وتفهموا انسحاب من جانب واحد. تعالي يا أم حازم بقى رأي نشف، تعالي الله يرضى عليك. ويعني الجماعة قد ايه احترمونا، هو الراجل جه واشتغل شغل كويس، اشتغل شغل كويس في البلد. وهو ما من ساعة ما جه كمان ما عجبتوش فتح، اشتغل لحاله بمنظمته، يعني مقاومته كانت اسمها مقاومة صلاح الدين، الناصر صلاح الدين، لدلوقتي موجودة لواء صلاح الدين. وبعدين هو اللي خطط للعملية اللي طلع خدوا منها الأسير.
بعد اسبوع يعني من استشهاده كملوه واتصلوا معايا وقالوا يا ماما احنا خدنا جبنا الاسير معنا والحمد لله وجبنا طار واستدينا طار اخونا. يعني هو من اول الناس اللي خططوا العمليه بتاعت خططوا للعمليه خططوا للعمليه هو. حتى مره قال انا كنت في قطر عند بنت دي وقال ده اسمه ايه اللي قال نسيت اسمه يلا خلاص كمل يا ما انا شبعت. لا احنا لسه ما شبعناش. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. مش هطول عليكي معلش. هو من اللي خططوا. خططوا وكانوا الطيران جه وبعد عنك الكلاب الجواسيس بلغوهم ان دلوقتي موجود في الموقع وبيشتغل وعنده جماعه بيشتغلوا معاه وحاطط في شجره حاطط اغراضهم وموبايلهم وحاجاتهم وبيشتغلوا عشان ينفذ العمليه يوم الخميس وهو صايم. بس كان عشان هو راجل طاهر وراجل كويس زي اللي بيشوف خيره من شره. من الصبح قايل انا شايفه قدام عيني انا هموت.